في الموقف من الجيش. البعض يهاجمه بشدة والبعض يدافع عنه باستماتة. رؤيتك لوضع الجيش على مدار العام من الثورة، وكيف سيكون موقفه مستقبلا؟ أولا أنا أؤمن بوطنية الجيش، لكن ليس بنفس الخطوة أقول إنه قادر أو كان قادرا على إدارة المرحلة الانتقالية بالكفاءة التي تتناسب مع التحدي. للأصل ده مش دور الجيش، فضل الجيش الكبير فيما وقع أنه سند الثورة ولم يقف في طريقه، سندها بما يستطيع ودافع عنها، بينما كان حولنا ثورات قامت فحاول الجيش القضاء عليها ولا يزال يحاول، والقتلى سقطوا بأيدي الجيش. لكن أنا أرى، أنا عموما في وقت الأزمات أرى أنه تفرغ لللوم والاتهام مضيعة للوقت وتبديد للطاقة، وأنه يعني نكوش ونحوط هذه التجربة حتى نخرج منها بأقل الخسائر. من أقل الخسائر ومن أكبر المكاسب أنه يحافظ على هيبة الجيش وحسن نيته التي سعى بها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها بصراحة. يعني أنا أذكر مثال زيه بالضبط، في أعقاب قبل 73 على طول كان في تمرد بأن الرئيس السادات أعلن عن عام الحسم ثم لم يفي بهذا، وحدثت مظاهرات في الجامعات خصوصا جامعات عين شمس، وأنا كنت وزير الشباب وسني قريب منه، فكنت أروح أسهر معهم ونقعد على الأرض في عين شمس ونسند ظهرنا الحيطة وأقول لهم بكرة ما تطلعوش وأنا كفيل إني أمنع مش عارف إيه. فلاحظت الآتي، إنه لما قربت المعركة فوجئت بالرئيس السادات يناديني إلى برج العرب ويكون معي اتحاد طلاب الجمهورية كله. فروحنا ويذكر ان استنى شوية كان يمشي، فقلت لا دي وقعة اخرى اختلط في ذهني. المهم انه جالنا هو عثمان احمد عثمان عليهما رحمة الله، وابتدى يعني كان هادئ جدا رغم ان ده كان قبل المعركة ب 12 يوم تقريبا، وابتدى يلاطفهم يشرب البايب ويكلم يقولهم هي ليكوا طلبات. ففي الاخر قالوا له يا رئيس زملائنا في عين شمس عدد منهم معتقل وعايزينهم يطلعوا، فقال لهم قبل ما تروحوا هيكون طلعتهم. احسست انا الحقيقه قبل ما المعركه قربت يلم الجبل. وبعدين واحد منهم تبسط معاه اكتر من لازم كده، شاب صغير، احنا بقى لنا 3 ساعات قاعدين معاك، كل اللي جبته لنا كوبايه شاي ده وقت غدا. فجاب لهم غدا، مش بس جاب لهم غدا ده قال لي يا كمال وانتم مروحين تعدي في مطعم سمك كويس توكلهم سمك. عزيز. يعني عايز اقول ايه، القيادات يطلب منها الصبر الطويل لاهداف من الاهداف المحافظه على هيبه الجيش لانها ضمان تامين الثوره. الاخوان يا فندم بيطالبوا بان تشكل الاغلبيه في البرلمان الحكومه القادمه، هل نحن على اعتاب حكم اخواني؟ وما رايك في زياره مساعد وزير الخارجيه الامريكي لمقر حزب الحريه والعداله؟ شوف هذا في رايي يسأل عنه وزير خارجية أمريكا أو نائب وزير خارجية، ولكنه أخشى أن يضر أو يمس تواضع الذين فازوا بأغلبية في المجلس، ولازم يكونوا من الحكمة والدراية يعرفوا أن أمريكا مش جاي هنا لتحميهم، إذا قد تعمل على الزج بهم في غيابة الجب بعد فترة، وبالتالي التوافق الوطني حماية للعمل الوطني كله ولكل المشاركين فيه على حد. وأرجو أن يكون هذا الدرس الذي لا يغيب عنه أبدا، أنا أظن لا يغيب لأنهم لهم تجربة. أنا دايما كان مأخذي الوحيد عليهم الأساسي يعني أن قدرتهم التنظيمية أعلى من مستوى الطرح الفكري الذي يطرحونه في مرحلة بالغة التعقيد من حياة العالم كله. لكن لمست في مواقف عديدة تغيرا نوعيا نحو الأفضل، في تصريحات محمد بديع في حضر معنا في المجلس الاستشاري، الأخ محمد معلش بنسى الأسماء أحيانا، وكان ذكيا جدا، وحسيت إن في رغبة في تطوير الفكر لا بديل له ولا يمكن تغيب عنه، لأن شبابهم هم بيشوفوا الشباب لأول مرة. هذا الشباب يتقن ما لا يتقنه
ويحسن ما لا نحسنه، ومن حقه علينا أن نقدم له النصيحة والتوجيه بعيدا عن الوصايا، لأنهم يحسنون ما لا نحسنه ويعبرون عن المستقبل. دلوقتي دكتور نعبر عن ماضي قريب، نحن على اعتاب كتاب الدستور الجديد، وفي طبعا يعني وأنا بعتبر أنه والجميع يعتبر أنه من أهم وأكثر دساتير في مصر، هناك نزاع شديد على من يكتبه وطريقة كتابته، كيف ترى هذا الصراع وإلى أين؟ يعني يؤسفني إن مش هقدر أتكلم أوي في الموضوع ده لسبب، لأني مشتغل به الآن ليل نهار. وأنا الحقيقة يعني جاءتني دراسة وليس سرا أرسلها إلي ابني. سيادتك سمعت إن في مشروع قانون دستور جاهز ممكن خلال أسبوعين ينتهي؟ رأيك إيه في هذا الموضوع؟ هل ده فعلا ده وارد؟ أنا لا أحب هذا أبدا. ليه بقى؟ يعني أنا كنت لسه أقول لحضرتك هذه دراسة من أحدث مكتوب باللغة الإنجليزية، سمعت بها وطلبتها من ابني الذي يعيش في كندا، هو سفير مصر في كندا، وكتبها عالم هندي متخصص في يعني عارف اللي يدور يقول أصلح بابور الجاز، ده ناس يدور يقول أصلح دساتير، شغلته إن يقولك إزاي تعمل دستور جديد، ومستعرض كل الدساتير التي وقعت في 30-40 سنة الأخيرة بحرفية شديدة. لا يجوز لأحد أن يتصدى للنظر في تعديل الدستور من غير ما يقرأ هذه الورقة. وأنا إسهاما وأداء لواجبي في المجلس الاستشاري، المجلس الاستشاري عدد 30، طبعت 30 نسخة منها وأودعتها في أمانة المجلس الاستشاري. بس هقول لك مثالين. الدستور كائن حي يسعى على أقدام وينبض نبضا، وهو ليس كده اقول لك نقي لك نسخة من دول، فعش يدخل في باب الهزار غير المضحك، هزار المبكي. ليه؟